السلام عليكم ورحمة الله. عامل ايه حبايب؟ يا رب تكون بخير. كل عام وانتم بخير حبايب قلبي. النهاردة ليلة 23 رمضان. شد حبكم كده يا ولاد في الدعاء. ادعي يا ولاد كتير واذكروا الله وصلوا كده وسبحوا وادعوا كده وقولوا يا رب يا رب يا رب وعيد مبارك القدر يا رب. انا وانت يا رب كل الامه المسلمه يا رب اللهم امين. بس كده حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك واللايك كده الحلو من ايديكم وشد حيلكم معايا ولاد كده في المشاهدات. بس يا ولاد كده احنا حاطين هنا ايه دي خلطة كده زي ما انتم شايفينها في بعض. دي يا ولاد ايه انا فرمة ثوم على بصل على قشر برتقال على حاجات كنت غالياها للفراخ الصغنونة. كله على بعض كده يا ولاد. كوكتيل على ليمونة على خل مش عارف ايه عيش مبلول على تشيشة زي ما انتم شايفين كده يا ولاد. وحاطة البطيات عشان يا ولاد فيه نوش في اليمن دولة الايام دي في الطيور. حطنا يا ولاد الطيور بتاعتكم وحطوا كده بصل وثوم في الاكل ومية كده احطوا في المية برضو البصل والثوم والليمون والخل وحطوا في المية للطيور اللي عندكم اي جميع طيور. بس هما بياكلوا فيها بالعافية حد عليهم عشان الثوم والبصل كتير. فانا حطيت لهم كده على الريق اهو عشان يستفادوا منه حبايب. الجو كده فيه فيروس كده في الجو وربنا عاد يستر يا حبايب. حطوا كده اللايك يا حبايب وحطوا الاشتراك. بالله عليكم ما تكسلوش. يا رب الفيديو يعجبكم يا اولاد. يا رب. السلام عليكم.